إلى استديوهات في رام الله نستكمل باقي فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح. إليكم خميس ونورة. شكرا جزيلا لساندرا المصري، صباح الخير. ونحن نستكمل معكم مشاهدينا محطتنا من فلسطين هذا الصباح. نتوقف الحديث عن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولدينا في هذه الفترة وفود كثيرة زائرة لفلسطين وتحضر المؤتمر السابع لحركة فتح، يعني كانوا في جلسة الافتتاح وكانوا يوم أمس حاضرين أيضا في خطاب الرئيس محمود عباس الذي استمر 3 ساعات. هذا الصباح نرحب معنا في الاستوديو بغفور مخموري وهو سكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني. صباح الخير. صباح الخير. أهلا ومرحبا بك معنا. ونرحب أيضا بالدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وهي نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني. صباح الخير دكتورة. صباح النور لك وللحبيبة ولكل الأحباب أهلي في فلسطين داخل وخارج الأراضي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اكيد نورتوا الاستوديو ونورتوا اكيد فلسطين. اهلا وسهلا فيكم معنا. يعني وجودكم بهذه الفتره في ظل او احتفالا احياء لهذا اليوم، ايضا يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، كيف ترى نفسك انت موجوده حاليا بالاراضي الفلسطينيه للمره الاولى منذ سنوات، تحلمي بالقدوم لهون، تحلمي باحياء هذا اليوم، احياء التضامن الفعلي وتجسيده على ارض الواقع؟ نعم بالفعل الوضع مختلف جدا، لأنه ظللنا نهتف وظللنا ننادي بالمنابر وظللنا نذرف الدموع، لكن دون أن يكون عندنا معرفة مباشرة أو وجود مباشر. اليوم أن نكون في أرض فلسطين التي تحمل الاسم رغم كل محاولات المحو ومحاولات الإزالة، ونرى بسالة هذا الشعب الذي يعني يتنفس البسالة بصورة حتى أعتقد أنهم بيقوا ما قادرين يشوفوا قدر شنو هم بيعملوا من فدائية في أنهم بيعبروا هذه المعابر وأنهم بيصمدوا أمام هذه المستوطنات، ومجرد بقاء بهذه الصورة يعني أنا أشعر أنه لسه أنا ما مستوعبة تماما أنه هذا البلد الخيال، الأهل الأسطورة أكون ما بيناتهم. يمكن في الأيام الجاية أفهم أكثر ما قد حدث. تبعنا يعني عفوا من حضرتك رسالتكم مع هالحوار، تبعنا كلمتك أيضا أمام المؤتمر السابع لحركة فتح، وكم كان فيها من العواطف ومن القيم، ونقلتي أيضا يعني تحيات الشعب السوداني وقوفهم نعم. إلى جانب الشعب الفلسطيني، شرت لموضوع التطبيع. نعم هذه الكلمة مهمة جدا، وأشار إليها الرئيس محمود عباس أيضا في خطابه. صحيح. تعالوا زوروا فلسطين واطلعوا نعم. على الواقع نعم. في فلسطين. ماذا تقول أيضا هذا الخصوص؟ وهو الآن حوار بدأ بالنسبة لي فعلا في السودان، في الإعلام السوداني. عظيم جدا. الإعلام السوداني بالأمس 3 من الجرائد الأساسية أوردت خبر زيارتي لدولة فلسطين كمينشيت، وللأسف طبعا كما هو يعني للأسف بطرق مختلفة، واحدين قالوا دولة إسرائيل تمنح مريم المهدي تأشيرة، وآخرين قالوا مريم المهدي في رام الله ولا للتطبيع، وده الأكثر موضوعية. أنا بقول نعم لا للتطبيع، ولكن أيضا لا للتطبيع مع إزالة ومحو اسم دولة فلسطين. نحن ظللنا خائفين، نحن بقية العرب بقية المسلمين ما عارفين كيف نتصرف. الآن هناك دولة، شرح لنا الرئيس أبو مازن بصورة تفصيلية واضحة كيف أنهم يحاربون خطوة بخطوة لتثبيت هذه الدولة، بأنها تكون عضو مراقب، بأنها تجد عضوية كل المنظمات الدولية 522، بأنها يرفع علمة، بأنها تجد. طيب نحن كيف لنا أن ننام ونحن بإمكاننا أن نضحي بآلام؟ صحيح أنا في بعض المعابر بشوف جنود أسر إسرائيليين شديد الوقع عليه، لكن هذا الوقع اللي بيعيشه أهلي في فلسطين على مستوى لحظي، شنو أنا لو أضحي معهم قليلا وأمنح هذه الدولة التي تمنح التأشيرة، أمنحها السلطة، أمنحها الاعتبار والاعتراف؟ مهم هذا الموضوع، مهم الحديث فيه وربما نعود إليه. ولكن سيد غفور مخموري وأنت سكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني لأول مرة أيضا في فلسطين، كيف تنظر إلى الواقع
وكيف ينظر أيضا إلى زيارتك لفلسطين في يوم التضامن ومشاركة أيضا المشاركة في مؤتمر فتح السادة؟ بداية أحيي شعب الفلسطيني الصامت من كردستان ومن جبال كردستان ومن قوات بيشمركتنا الباصلة. حقيقة في تشابه كبير بين قضية فلسطين وقضية شعب كردستان. نحن جئنا من كردستان لكي نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني في يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت لمشاركة بمؤتمر السابع لحركة فتح، لأنه أنتم كما تعرفون لنا نضال مشترك طويل، نحن الكرد والفلسطينيين. يبدأ هذا من أيام المرحوم الخالد صلاح الدين الأيوبي لما حرر القدس، وفي تاريخ الحديث كثير من الأكراد شاركوا ضمن قوات فدائي فلسطين وحاربوا يهود لتحرير المدن الفلسطينية. حقيقة لما أنا دخلت فلسطين حسيت بحالة غير طبيعية، من ناحية أنا حسيت أني مفهمة بالروح الثورية، أنا كبيشمركة وبعرف شو المعاناة اللي عانوا هذا الشعب العظيم، لأنه نحن مرينا بنفس الظروف من التدمير قرانا والتهجير ناسنا من أماكنهم الأصليين وبناء المستوطنات على أراضينا. نفس الحالة شفت في فلسطين اللي احنا مرينا. أنا خلال المؤتمر السابع يوم قبله لما زرنا متحف القائد الخالد ياسر عرفات تألمت كثير لما شفت صور جرافات بيهدمون بيوت فلسطينية. في نفس الوقت تذكرت بكردستان لما هدموا حوالي 4500 قرى كردية ودفنوا 182 إنسان كردي في المقابر الجماعية حيا من الشيوخ والأطفال والنساء. أنا تذكرت هذه الأيام الثمانينات في تاريخنا وشفت هذا الشيء نفس الشيء في تاريخ الفلسطيني. إذن في تشابه من الظلم للشعبين، في التشابه كثير وفي ركائز للنضال المشترك. وفي نفس الوقت أنا فرحت كثير في المؤتمر لما شفت عدد كبير من الوفود الدولية خصوصا ممثل الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي أيدوا قضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت كل يطالبون بتشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. هذا شيء مفرح جدا بالنسبة لنا، لأنه قضية فلسطين قضية جوهرية بالنسبة للشعب الكردي، ونحن ننظر كجزء من قضيتنا. حقيقة نحن من ضحايا سايكس بيكو كشعبي الكردي والفلسطيني، ومن نفس الوقت احنا نعاني من هذا الظلم اللي عانينا قبل من الحكومات العراقية والإيرانية والتركية والسورية. قضيتنا ككرد يعني احنا قضيتنا مع 4 دول محتلة، لكن قضية فلسطين مع الدول المحتل واحد، لكن للأسف الشديد هاي الدولة المحتلة إسرائيليين هم لهم دعم من كل الدول العالم. عظيم. هذا هو المشكلة الأساسية. نعم. أعدائنا نحن ككرد، كل دول عندهم مشاكل مع الدول الأخرى. احنا نقدر نقول يعني عدوكم مقابل 4 أعداء اللي احنا عندنا حقيقة، لأنه اللي مارس الإسرائيليين بحق الفلسطينيين من أبشع ممارسات الغير الإنسانية على وجه الأرض. اللي أنا شفت بالمتحف هاي الصور وقبل المتحف وقبل الزيارة، ما هي الصورة التي تصل عن فلسطين وعن معاناة الشعب الفلسطيني سيد؟ أنا لاحظت شيء آخر عن فلسطين غفر. اللي بنعرف بنشوف على الفضائيات حقيقة إعلام له دور كبير تأكيد لتوصيل الرسائل والواقع، لكن للأسف الشديد اللي احنا شفنا عن الفضائيات كان نشوف كل المدن بها اصطدامات بها مشاكل، لكن احنا دخلنا الفلسطين شفنا فلسطين يعني في حركة عمرانية كبيرة خصوصا بالرام الله، ومدينة نظيفة وإدارة منظمة بيدير هذا المدينة مثل أي بلد آخر، وحسيت بأمان تام وبأمن تام في نفس الوقت. حقيقة الآن الإخوان الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية بنوا مؤسسات الدولة، وهاي المرحلة الانتقالية لتكميل المؤسسات الدولية لبناء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة. وهذا ما نطلب. وأنا أعرف في
اهتمام دولي من هذه الناحية، وهذه المرحلة الانتقالية فقط للتمرين الإخواننا الفلسطينيين لكيفية الإدارة البلد. نعم. وفي أكيد. مستقبل قريب إن شاء الله نرى فلسطين مستقلة حرة أبية بذات سيادة كاملة إن شاء الله. من بعد زيارتكم للبلاد، أهلا وسهلا فيكم أكيد في أي وقت، إيش الصورة اللي أنت رح تنقليها لبلادك؟ أنت أجيتي لمستي المعاناة اللي بعيشها، عمليات الخناق أيضا اللي عم تزداد يوم بعد يوم، حتى بعد الهجمة اللي تعرضتيها عن طريق دخولك أيضا للبلاد، الصورة اللي حتوصليها لفلسطين خارجا؟ أنا أقول الآن، يعني أنا أول مرة أشوف أمام ناظري دولة من نوع جديد، يعني زي ما حركة التحرير، منظمة التحرير الفلسطينية طبعا بعظم الظهر فيها حركة فتح وكل البقية، قدرت تحول النضال من نضال لمجموعة لنضال كل الشعب، وقدرت تستثمر استثمار كبير جدا في النضال العسكري المسلح، قدرت تحوله لمقاومة من ما يسمى بالقوة الناعمة، انتفاضة الحجارة، المقاومة اليومية، كل الإبداع الإنساني ساهمت به منظمة التحرير والشعب الفلسطيني. لكن للأسف هذا يطلق عليه إسرائيليين إرهاب دبلوماسي. لا لا ما كلام، حتى فقط تكون الصورة واضحة. عفوا، أنا عشان كده كنت عايز أقول لأستاذ غفور، الآن لم يعد العالم مع إسرائيل، لم يعد، وده الوضع الخطير اللي بيتعامل معه إسرائيل بخوف وغضب شديد، لأنه الشعب الفلسطيني عبر منظماته كلها استطاع أن يفضح هذا النظام الإرهابي اللي كان بيتكلم ولقى عطف العالم بالفعل عبر الهولوكوست وما تعرض له من أهوال وغيره، لكن عندما مكنوا العالم وجد دولة مارس ما تم ممارسته عليه بل أشد منه في الشعب الفلسطيني بصورة كمان دؤوبة ممتدة عبر الأيام، بصورة شنو بيسموها يعني مقصودة. يعني إحنا هسي مبارح لما مشينا للخليل ولبيت لحم وأشوف في الجنوب، نعم، أشوف المعابر والتخطيط فيها والتفصيل والتقطيع والجدار الفاصل، دي حرب نفسية مستمرة لشعب بأكمله، بشيبه شبابه بمتعلميه بالنفس اللي بيتنفسوه، دي دراسة. لكن رغم من ذلك استطاع هذا الشعب أن يصمد كله، بيتفتشوا زي ما تفضل الأستاذ غفور، شفنا في المتحف بيقيدوهم كنوع من الإذلال، بيمدوا يدهم كأنه ما أسلم عليك، يعني كأنه ما أنا بصافح فيك، خلاص هنا هزموا الهزيمة النفسية. ده شيء أنا شفته بعيني. عظيم جدا. أنا أحب أركز على الموضوع أنه تناولت موضوع الصحف وكيف يعني غطت أو تناولت موضوع زيارتك ما بعد عودتك للسودان، كيف ستوضحين الموقف؟ نعم، سأوضح الموقف من زيارتك وتحضين أيضا الموانعين عملية من الزيارات هذه. أولا أنا بزيارة، يعني أول حاجة سجلت بالتفصيل التقديم القديم لنا في مثلا في الخليل في 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 المقام الإبراهيمي وفي أيوة وفي بيت لحم وشكل الصمود مثلا أبو محمد الفلسطيني اللي بيحاولوا إنه يكسروا دكانه أمام مدخل الحرم الإبراهيمي، في الشارع كل المعابر كيف بتتم، كيف المستوطنات متداخلة في شارع الشهداء هذا تحديدا المغلق منذ يعني أيوة سنوات. نعم. هذا الشارع كيف إنه المستوطنات داخلة في تقطع أوصال الأرض الفلسطينية، كل ده ليس من رأى كمن سمع، لكن هحاول أنقل هذا الأمر وبالتأكيد بالصوت العالي، لأنه أنا نفسي يعني مع سيادة السفير سفير فلسطين في السودان اللي هو يعني حقيقة عنده وجود دبلوماسي من نوع مختلف عن بقية كل بالذات التمثيل العربي الآخر، بجتهد جدا إنه الكلام ده، لأنه أنا في الأول بدعوات منه متصلة كنت عايز أدعم كما يرى، لكن عارفة المخاطر في الأمر الجو بشكل عام. أيوة. وبالتالي لما أقدمت كنوع من الإقدام والمناصرة فيها ثقة في سيادة السفير بصورة كبيرة يعني، لكن الآن بعد ما جيت أنا يعني أشكره على أنه أولا أعطاني هذه الثقة، وأنا سعيدة بأني وثقت فيه هذه الثقة لأنه الآن أصبح مسألة مهمة جدا، جزء من النضال اليومي. وأنا كما قلت حقيقة نحن في بلداننا انشغلنا بقضايانا الداخلية. صحيح. كلنا، لكن وده يعني شوية أبعد عننا
حقيقة الأمر إنه أولا شيء تجزيء القضايا بتاعتنا هو أول مدخل للضعف بتاعنا كلنا. قضايانا ليست مجزأة، قضايانا فيها عندها أسس واحدة، لكن الأسس الكبير جدا تعامل العالم الأول معانا بفرض كيان عدواني في منطقتنا ويدعموا إرادة دولية صحيح بتتناقص، لكن حق النقض الفيتو اللي بيدخل في كل حياتنا هو الداعم الأول لـ 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 لهذا الوجود، وبالتالي لابد أن ننظر لهذا الأمر بكلياته ونتعاون سويا في مسائل الديمقراطية، مسائل الحقوق الإنسان، مسائل العدالة الدولية، مسائل التنمية. كلنا في تلك اللحظة سنستطيع أن نفعل شيء لكل منطقتنا ولكل شعبنا. بما وبالتأكيد أهلنا في كردستان، كلنا في الهم سواء، وأهلنا في السودان وفي دارفور وفي جبال النوبة وفي كل المناطق، كل لأنه السلام يعم كل البلدان العربية والوطن العربي. نعم. سيد مخموري، يعني مشاركتك شخصيا في المؤتمر السابع لحركة فتح ماذا تعني لك وأنت سكرتير أو سكرتير العام لاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني؟ نحن كاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني نعتبر قضية فلسطين من قضايانا المركزية حقيقة. في كل مؤتمراتنا لنا فترة لنقاش عن وضع الفلسطيني، وفي التقرير السياسي نخصص جزء لتحليلنا على الوضع الفلسطيني وتضامننا مع النضال الشعب الفلسطيني. ومشاركتي للمؤتمر بناء على دعوة الإخوان من لجنة العلاقات العربية والسين الشعبية، وأنا حقيقة لي علاقة مع الإخوان الفلسطينيين من الزمان، ولحد الآن هاي العلاقة مستمرة. أنا جيت للتجديد هاي العلاقة والتقيت مع فخامة الرئيس، حقيقة تحدثنا عن النضال المشترك وأن العلاقات التاريخية بين شعبي كردستان وفلسطين، يعني من أيام المرحوم مصطفى البرزاني وأيام المرحوم ياسر عرفات، هذا علاقات موجودة من البداية ولحد الآن. وأنا متأكد بحكمة وبهنكة السياسية لدى فخامة الرئيس بيوصل الشعب الفلسطيني إلى شاطئ الأمان، لأنه مبارح في خطابه فخامة الرئيس تحدث لنا كثير من المشقات ومن الأتعاب لما وصلوا لهذه المرحلة. وهم خضعوا برنامج جديد لكيفية الوصول إلى الهدف الكبير بناء دولة فلسطين مستقلة. حقيقة مشاركتنا نحن من كردستان 5 أشخاص شاركنا في هذا المؤتمر وجئنا وكان لنا كلمتين، جددنا عهدنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت الشعب الكردستان بيعرف كل أي شيء عن الشعب الفلسطيني لأنه لنا نضال طويل مثل ما قلنا. الآن إذا تزور المقابر في أربيل أو في سليمانية كثير من الشهداء كاتبين استشهد في غزة، استشهد في رام الله، استشهد في جنين، استشهد في بيت اللحم. وفي أذكرك بشيء، في سنة 1948 لما دخل الجيش العراقي وحرر أكثرية المناطق، كان أكثرية الجنود العراقيين هم من الأكراد، من الأكراد. احنا حررنا هاي المناطق ككرد، لكن للأسف الشديد إخواني العرب في 76 سلموا هذا الأماكن للإسرائيليين. إذا نحن شاركنا في أيام إصلاح الدين الأيوبي ولحد الآن نحن مستعدين للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنا كبيشمركة مستعد. تمام. مستعد مرة ثانية أدخل فلسطين وناضل من أجل تحرير القدس. حقيقة لك. شكرا جزيلا، يعني أدركنا. لكم مؤازرين كثير. هذا ما نسعى إليه. هذا ما نسعى إليه. نعم، وفي حتى من الدول الأجنبية، من الدول العربية مثل ما يقولون ابن البط حوام، حقيقة المناضلة مريم المنصورة بين صادق المهدي الإمام، شرفتونا يعني قائد معروف جدا. أنا معليش عبركم عايز أحيي بها. نعم. أيوة. أحيي الأهل في غزة وأقول أن إحنا زي ما جينا هنا الضفة إن شاء الله بنكون أيوة أشد سعادة إن شاء الله وشديد السعادة إننا نكون هناك ونسمع في زي ما تفضل امبارح فخامة الرئيس يتكلم عن الوحدة الفلسطينية. إن شاء الله تحقق الوحدة ويكسر الحصار. نعم. على صمام الأمان حقيقة. نعم. ومن نعم. هنا تحيتي لأهل غزة وكل الاحترام والحب لأهل غزة. أيوة. لأنه هم هم قاوموا اليهود وقاوموا الإسرائيليين مقاومة. يعني لازم واحد بيحترم هذه المقاومة. بس هلا أفرحتنا كلنا وأعزتنا،
وأنا يعني الحبيبة موجودة معنا، لكن حقيقة أعتز كثير بنضال المرأة الفلسطينية، وفعلا بتمنى انه فخامة الرئيس يحقق الكوتا اللي قالوا امبارح 30% وما هزار، 30% دي ده الحد الادنى المطلوب ان شاء الله لترقية المرأة وتمكين المرأة اللي هي فعلا احنا عندنا 30% في كردستان طبعا ايوه عندنا احنا 25% وبنسعى نصل 30% وبالتالي انا فعلا بشدد الحبيبة ام جهاد هذا الامر مهم جدا ما تتركوه. كلمة اخيرة فيما يخص يعني أنا عايزة فعلا سفارة شعبية من نوع مختلف، الفلسطينيون هم الأقدر عليها، الرياضة دايرين نشوف كذلك في البعد الجديد في كل صحيح محل صحيح. وإن شاء الله نتواصل في هذا الأمر خاصة في الرياضة النسوية دعم قوي لها. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيكم أكيد في فلسطين في استوديوهات فلسطين هذا الصباح. دكتور مريم المنصورة الصادقة الهادي نائب رئيس حزب الأمة القومية السوداني، أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. شكرا جزيلا. غفور مخموري السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا. الشعب الفلسطيني كل الحب والاحترام. شكرا جزيلا. فاصل ومن بعده محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح.